اختتمت أعمال اجتماع مجلس العمل المشترك السنوي 31 والذي عقد في البحرين على مدى 3 أيام، حيث ناقش المشاركون جملة من القضايا المتعلقة بالأمن والسلام والاقتصاد العالمي. عدة توصيات هامة خرج بها اجتماع مجلس العمل المشترك السنوي 31 الذي شارك فيه عدد من الخبراء والمختصين ممن تبوأوا مناصب عليا في مختلف دول العالم، وذلك عبر سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية التي ركزت على قضايا متعلقة بالأمن والسلام والمياه والطاقة والانتشار النووي. اليوم الأخير من أعمال هذا الاجتماع تضمن جلسة طرحت ملف الانتشار النووي، حيث شدد المشاركون على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالأمن النووي وعلى بناء الثقة بين دول العالم في هذا المجال، مؤكدين على العمل بجد للحد من الانتشار النووي في المنطقة، داعيين دول العالم التي تملك الطاقة أو السلاح النووي إلى الحوار المكثف والعميق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل ضمان معايير الأمن والسلامة في هذا المجال. كان هذا الاجتماع مهما جدا، ولقد ناقشنا نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخصوصا الجهود المبذولة للحد من الانتشار النووي وقضايا الأمن والسلامة في هذا المجال، ولقد جددت التأكيد على أن الوكالة الذرية تريد أن تحاور جميع الأطراف للوصول إلى طاقة نووية آمنة وذات استخدام سلمي. هذه الجلسة عن انتشار النووي عموما بصورة عامة كانت المناقشات مفيدة، وخاصة أن الأمين العام لوكالة الطاقة النووية موجود في البحرين، وهذا شيء جيد، ومداخلته أضافت نقاط جوهرية فيما يتعلق بالعلاقة مع الدول التي تملك أسلحة نووية أو الدول التي تطمح إلى ذلك. وفي الحقيقة تكلم مطولا عن بعض الدول التي تتعاون فيما يتعلق بالأمور النووية. عقب هذه الجلسة عقد المشاركون مؤتمرا صحفيا تم الإعلان فيه عن سلسلة من التوصيات تضمنها البيان الرسمي للاجتماع العام 31 والذي تضمن 44 توصية تخص المحاور الأربعة، حيث سيتم توزيعه من خلال مجلس العمل المشترك لقادة العالم ولمتخذي القرار. وتشمل المحاور الأربعة تشجيع الدول في الشرق الأوسط للاشتراك في اجتماعات أولية لبناء الثقة اللازمة لإيجاد منطقة شرق أوسطية خالية من الأسلحة النووية. كما أشار مجلس العمل المشترك للمعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس حاليا يحث كافة الدول للتوقيع والتصديق على هذه المعاهدة بدون تأخير. ويناشد مجلس العمل المشترك للمساعدة الدولية في مشروع قناة البحر الأحمر والبحر الميت كوسيلة لمصادر مياه جديدة تضمن الأمن في الشرق الأوسط. ويدعو مجلس العمل المشترك كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لعقد مؤتمر دولي يهدف لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، ويحث دول العالم على التبرع للاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين. عمر المجالي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.